من أخطر السفاحين في تاريخ مصر، سفاح المهندسين، شاب من أغنى أغنياء البلد، قرر في يوم إنه يكون قاتل ويكون حرامي، رغم إنه من الطبقة السرية في مصر. إيه الحكاية؟ صل على رسول الله، لايك للفيديو، تابع الفيديو للنهاية، وتعال أحكي لك إزاي شاب غني سري اتحول لقاتل وحرامي، رغم إنه مش محتاج. تبدأ أحداث قصتنا يوم 7 أبريل عام 1991، لما أهالي منطقة العجوزة لقيوا واحد مقتول في العربية بتاعته عشان بسرعة يتواصلوا مع الشرطة اللي حضرت فورا على المكان. وبدأت الشرطة هنا تفتش في عربية الشخص المقتول في محاولة منها انهم يلاقوا اي وراء يدل على هوية مين الشخص المقتول، لحد ما لقيوا البطاقة بتاعته مكتوب فيها هو المليونير حامد منظور، ويعتبر هو كان من اغنى اغنياء البلد في الفترة دي. بسرعة اخذوا الجثة بتاعته ونقلوها للمستشفى، وبعض من افراد المباحث اتنقل لبيته عشان يبلغ مراته باللي حصل وعشان يبدأوا اجراءات التحقيق ويعرفوا مين يا ترى ممكن يكون ورا عملية قتل حامد منظور. لكن كانت المفاجأة والمصيبة ان المباحث لما وصلت لشقة حامد منظور اكتشفوا ان مراته والخدامة مقتولين جوه الشقة، وهنا عرفوا وتأكدوا ان اللي قتل حامد منظور في العربية يبقى هو اللي قتل مراته وقتل الخدامة. بدأ هنا أفراد المباحث يحققوا مع كل الجيران الموجودين في العمارة، وأول واحد حققوا معاه هو حارس العمارة. حارس العمارة بيقولك إن في شاب كان طويل ورفيع وأبيضاني ومناخيره طويلة، كان لابس لبس ضابط. الشخص ده طلع فوق عن شقة حامد منظور، وأول ما دخل شقة حامد منظور قعد فترة داخل الشقة دي، لكن بعديها بفترة بسيطة سمعنا ضرب نار داخل الشقة، وأتاري إن الشخص اللي طلع اللي كان لابس لبس ضباط قتل صاحبة الشقة وقتل الخدامة. وهو طالع راح ضارب نار على جارتهم اللي سمعت صوت ضرب النار فطلعت تشوف فيه إيه، وبمجرد ما شافت القاتل فراح ضارب عليها نار، لكن بعد ما ضرب عليها نار هي ما ماتتش، وبعدين نقلوها للمستشفى. والقاتل هو نازل قعد يضرب نار في الهواء في محاولة منه إن يخوف حارس العمارة والجيران واي احد في الشارع ممكن يحاول انه يمسكه. بدت هنا الشرطة والمباحث انهم يجمعوا معلومات عن علاقة السيد حامد واسرته بالناس، وهل يا ترى ممكن يكون ليهم اعداء اتسببوا في حكاية قتلهم. الا انهم اكتشفوا ان الاسرة دي على علاقة طيبة مع كل الناس، ومفيش اي خلافات بينها وبين اي حد، ومفيش اي عداوة بينهم وبين شخص محدد. لكن اثناء المباحث والشرطة ما بتجمع المعلومات اكتشفوا ان في شخص اسمه المهندس رأفت واخوه انا، دول كانوا شغالين في مصنع حامد منظور، لكنهم كانوا بيستخدموا الحاويات بتاعت المصنع عشان يهربوا فيها مخدرات. وبمجرد حامد غندور ما عرف باللي بيحصل راح بلغ عنهم الشرطة، وبسرعة الشرطة قبضت عليهم وحكمت عليهم ب7 سنين سجن. وهنا اتنين دول اصبحوا هم المشتبهين المهمين في القضية دي. راحت جابتهم المباحث وحققت معاهم، وأثناء التحقيق أنكروا جميع التهم اللي توجهت ليهم، وأكدوا إنه ما لهمش أي علاقة بعملية قتل حامد منظور وأسرته، وقالوا إن فعلا حصل خلاف، لكن مش معنى كده إن احنا نروح نقتله ونقتل باقي أفراد أسرته. لكن بعد الضغط عليهم بشدة قالوا إنهم أثناء فترة سجنهم حكوا عن حامد منظور لمجرم كان معاهم، المجرم ده اسمه أحمد محمود المسيري. هنا المباحث برضو بدأت تبحث عن أحمد محمود المسيري، واكتشفت إن في قضايا كتيرة جدا كانت عليه، وأغلب القضايا اللي تم توجيهها ليه إنه كان يعمل عمليات سرقة وعمليات سطو على البيوت. بدأت الشرطة هنا تحرياتها عنه لحد ما جمعت عنوانه، وبسرعة أفراد من قوات الأمن اتوجهوا للعنوان بتاعه عشان يقبضوا عليه. لكن هنا عملوا حركة ذكية، وإنهم خلوا حارس عمارة هو اللي رن على الشقة مش هم، خوفا من انه يشوفهم في العين السحرية فيهرب او يعمل حاجة في نفسه. وفعلا اللي رن الجرس هو حارس العمارة، وافراد الامن كانوا متخبيين ورا الحيطة. بمجرد ما فتح الباب قوات الامن بسرعة هجموا عليه واخدوه معاهم مركز الشرطة عشان يحققوا معاه. بمجرد ما حطوه على كرسي التحقيقات احترف بكل شيء هو عمله، وقال انا اللي قتلت حامد منظور وقتلت اسرته. هنا بعد اعترافاته سألوه هو انت ليه قتلتهم وازاي قتلتهم؟ قال القاتل انا قتلتهم بهدف سرقتهم عشان أأمن مستقبلي وأأمن مستقبل مراتي. ازاي قتلتهم؟
في يوم من الأيام بعد ما عرفت عنوان شقته قررت إني أروح هناك وأحاول أفتحها في محاولة إني أهدده وأسرق الشقة، إلا إني حامد كان واعي، إلا إني حامد منظور وأسرته حاسة وهنا بإن في عملية سرقة بتتم في الشقة بتاعتهم، فبسرعة اتواصلوا مع الشرطة وبلغوا في إن في حد بيحاول يسرق الشقة. بمجرد ما حسيت بإني خلاص بدأت أتعرف بسرعة هربت. وفي يوم 7 ابريل عام 1991 لبست لبس ضابط ورحت عند العمارة، انتظرت حامد منظور، وبمجرد ما شفته نازل من العمارة قربت عليه وبلغته بان احنا محتاجين ناخد منه بعض المعلومات بخصوص البلاغ اللي قدمه بمحاولة سرقة شقته. وهنا هو يعيني عليه ضاق الطعم وركب العربية بتاعته وركبت معاه وطلب منه انه يتجه لمركز الشرطة. وبمجرد ما شفت ان احنا وصلنا لمكان بعيد على منطقة العجوزة طلعت المسدس بتاعي وفرغته فيه، وبعد ما تأكدت انه خلاص مات وبسرعة اتوجهت لبيته في محاولة تانية مني اني اسرق شقته. لكن بمجرد دخولي الشقة اتفاجأت ان مراته والخدامة موجودين، فبسرعة قتلت مراته وقتلت الخدامة. وبيقولك هو طالع من الشقة اتفاجأ بالجارة بتسأل عن مصدر ضرب النار، فبسرعة راح ضربها بعدد من الرصاصات في جسمها، لكن زي ما قلنا ان الجارة ما ماتتش وهو ونازل بدأ يضرب نار في محاولة انه يهوش الناس عشان ما فيش اي حد يلحقه او اي حد يمسكه. لكن الغريب هنا ان احمد محمود المسيري بينتمي لأسرة غنية جدا، ابوه وامه من الطبقة السرية جدا في الزمالك، غير انه اصلا خريج جامعة أمريكية. بيقولك أحمد محمد المسيري هنا القاتل إنها دي مش أول عملية سرقة يعملها في حياته، هو وصغير راح سرق بيت جارهم والحاجات اللي سرقها راح رماها من البلكونة، وتاني مرة راح سرق شقة طيار والحاجات اللي سرقها من شقة الطيار ده برضو راح رميها من البلكونة، وده إن دل فيدل على إنه ما كانش الهدف منه السرقة عشان يبيعها أو يصرف على نفسه، ولكن الهدف منه إنه ينتقم ويجيب العار لأبوه، لإن أبوه دايما كان يضربه ويهينه ويقلل من الشخصية بتاعته، غير ان ابوه رفض انه يروح الثانوية الجوية ولكنه اتمسك هو بيحاول يسرق شقة الفنانة مها صبري. بعدها تم القبض عليه وحطوه في الاحداث، وعشان يعاقبوا ابوه على العملة السوداء اللي هو عملها راح باع الموتوسيكل بتاعه وراح باع الحصان. هنا روح الانتقام جوه القاتل بتزيد يوم بعد يوم، حتى بعد ما طلع من السجن استمر في موضوع عمليات السرقة، وكل مرة يتمسك فيها كان يدخل السجن، لحد ما تقابل مع المهندس رأفت وأخوه أنس في السجن وحكوله عن أحمد منظور وإنه مليونير ويمتلك فلوس كتيرة جدا. فراح هنا القاتل حاطه في دماغه وقرر انه يسرق شقته في محاولة انه يأمن مستقبله ومستقبل مراته، رغم انه لو راح لابوه طلبه فلوس وابوه رفض كان ممكن امه اللي من الطبقة السرية تديله فلوس، لكن اسلوب العنف والاذى النفسي اللي اتربى عليه من ابوه خلاه يمشي في الاتجاه ده. وهنا المباحث بعد ما انتهت من التحقيقات معاه وبعد اعترافه بان هو اللي قتل حامد منظور ومراته والخدامة، هنا المباحث راحت تتحقق مع والده، واول سؤال سألوه ايه اللي خلي واحد من الطبقة السرية في مصر وغني وخريج جامعة امريكية انه يسرق ويقتل ناس؟ ابوه جاوب ان الطبيب النفسي بتاع ابنه قال له ان ابنك مصاب بمرض مستحيل ابدا يتعالج منه، والمرض ده هو انعدام الضمير. واضاف الاب ان ابنه سافر للعراق وانضم للجيش العراقي عشان يشارك في حرب الخليج هناك. وبعدها الشرطة بدأت برضو التحريات مع الام، فبيسألوا الام نفس السؤال ايه اللي خلي ابنك اللي هو من الطبقة السرية يسرق ويقتل؟ قالت الام ان ابوه اصلا هو اللي مريض نفسي، ابوه كان دايما يضربه بالكرباج ويعذبه ويهينه، غير انها اصلا اتجوزت ابوه وكان قبلها متجوز 5 مرات، اتجوزها هي وسنها 19 سنة ودايما كان يضربها ويعنفها، فكانت دايما تتخبى منه تحت السرير وورا الدولاب. واللي شهد على الكلام ده الفنانة ليلى مراد وفايزة أحمد اللي كانوا ساكنين معاها في عمارة الزمالك، وأصلا علاقتها بابوه ما كملتش سنة فاتطلقت منه، لكن في خلال السنة دي هي كانت حملت بابنها أحمد، لكنها بعد ما خلفته وكبرته ووصل سن ابنها 4 سنين راح أخذ منها ابنها غصب عنه، لحد ما رباها على العنف النفسي وعلى العنف الجسدي للدرجة اللي كان فيها بيضربه بالكرباك لحد ما كبر وربى واحد قاتل. وسنة 1994 حكمت المحكمة بالإعدام عليه، أو قصته دي بعد كده اتحولت لفيلم كانت من إخراج المخرج هاني سلام. ودي كانت نهاية قصتنا، ودي المعلومات اللي أنا قدرت أجمعها والله أعلم. السلام عليكم.